ننتقل مباشرة من موقع آخر من بغداد بالصوت والصورة. ينضم معنا مراسل التغيير محمد فراس. محمد، ضعنا في صورة الأحداث التي جرت حاليا بعد كلمات السيد الصدر وانسحاب الصدريين. نعم، بعد كلمة السيد الصدر مباشرة تم رفع حظر التجوال لتسهيل انسحاب المعتصمين والمتظاهرين وحتى المسلحين الموجودين داخل المنطقة الخضراء. هذه الكلمة التي وأدت فتنة كبيرة لو استمرت لربما كانت ستطال العراقيين بشكل عام دون استثناء. الآن انسحاب المعتصمين من داخل المنطقة الخضراء، هنالك مركبات نقل مخصصة لنقلهم، وأيضا بعد رفع حظر التجوال تمكنت مركبات الأجرة من الوصول إلى تلك المناطق ونقل المعتصمين والمتظاهرين وسحبهم من المنطقة الخضراء وإعادتهم إلى منازلهم. الشوارع الآن فيها هدوء كبير خصوصا بعد الكلمة، وأيضا كان قبل الكلمة هدوء نسبي وإيقاف نوعا ما لإطلاق النار، وبعد الكلمة أيضا كان هنالك انسحاب مباشر من قبل أنصار التيار الصدري ترافق بالهتافات بأنهم يلبون نداء السيد الصدر واستجابة لكلمته يعني هذا الانسحاب واستجابة لكلمته وطاعة له. والآن الشوارع، حركة المركبات تسير بانسيابية كبيرة، تم رفع جميع الحواجز الكونكريتية خلفي مباشرة جسر ذو الطابقين، جسر الحسنين قد فتح بشكل كامل، ناقل من منطقة الدورة إلى منطقة الجادرية كرخا ورصافة، وباقي الجسور والمناطق في العاصمة بغداد طبعا إلى المنطقة الخضراء هي مغلقة إلى غاية الآن. لتأمين عودة المعتصمين بشكل كامل وانسحابهم من المنطقة الخضراء. هنالك ترحيب شعبي كبير بهذه الخطوة التي وجدها العراقيون بأنها جاءت في وقتها وأنها كانت من رجل حكيم أراد أن يؤد فتنة، وفعلا استطاع أن يوقف فتنة كبيرة من خلال هذه الكلمة، وأيضا لاقت ترحيبا سياسيا كبيرا شعبيا وسياسيا وأيضا دينيا من عدد من المراجع التي رحبوا بهذه هذا الموقف وهذه الكلمة التي هدأت الطرفين وجعلتهم ينسحبون من مواقعهم. نعم محمد، بالنسبة لتعاون القوات الأمنية وتسيير انسحاب الصدريين والمتظاهرين من مناطق الاعتصام، حدثنا أكثر عن التعاون ما بين المعتصمين وما بين القوات الأمنية. نعم، القوات الأمنية المتمثلة بالفوج الخاص لحماية المنطقة الخضراء والشرطة الاتحادية والجيش العراقي لربما انتشروا بشكل أكثر ومكثف أكثر في على جسر الجمهورية وعلى بالقرب من البوابة الأولى للمنطقة الخضراء وأيضا بالقرب من مجلس النواب حتى يستطيعوا من تأمين غطاء أمني لتوفير غطاء أمني للمعتصمين حتى انسحابهم من المنطقة الخضراء. هنالك تعاون كبير وتوافق بالتوجهات بين القوات الأمنية والمعتصمين داخل المنطقة الخضراء حتى تكون هنالك انسيابية في انسحابهم ولا تكون هنالك فتنة أخرى لربما يستغلها البعض. لا، التعاون مستمر، القوات الأمنية انتشرت بشكل جيد في ساحة التحرير على جسر الجمهورية، مقتربات من مجلس النواب، المنطقة الخضراء أيضا خصوصا البوابة الأولى للمنطقة الخضراء. نعم، ابقى معي محمد. ينضم معنا سلامة السرهيد مراسلة التغيير من ذي قار. أهلا بك سلامة، وسلامة ضعني في صورة الأوضاع من حولك حاليا بعد كلمة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر. نعم، تحية طيبة لكم وزميلتي ولكل مشاهدي قناة التغيير الفضائية. نعم، بعد المؤتمر للسيد مقتدى الصدر قبل قليل وبعد مطالبته بانسحاب كافة المتظاهرين، انسحب متظاهرو محافظة ذي قار المتمركزين في مبنى ديوان المحافظة منذ يوم أمس، وقبل قليل تم الانسحاب بشكل كامل من هذا المبنى وتركه إلى القوات الأمنية. الآن يعني طبعا لا توجد أي مظاهر طبعا للتظاهرات أو للسيطرات كما هو كان متواجد صباح هذا اليوم، حيث كان هنالك طوق أمني على مبنى محافظة ذي قار من قبل المتظاهرين وكذلك تواجدهم ونصب خيم الاعتصام أمام مبنى ديوان المحافظة. الآن انتهت هذه المظاهر مع كلمة السيد مقتدى الصدر. الشوارع في مدينة الناصرية منذ الصباح الباكر هذا اليوم هي تبدو خالية تماما من المارة ومن السيارات وحتى المحال التجارية أقفلت أبوابها
بسبب حظر التجوال وبسبب التخوف من الأوضاع الحالية. أما الآن نحن ننتظر بعد رفع حظر التجوال أن ترجع الأوضاع إلى طبيعتها داخل محافظة ذي قار بعدما غادر أعصار التيار الصدري مبنى محافظة ذي قار وترك التظاهرات. نعم، شكرا لك مراسل التغيير سلامة السرهيد، كنت معنا من ذي قار واطلعنا على آخر التفاصيل وآخر ما ورد بعد كلمة التيار سيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري.